طبعا التحدي ده اللي انا عملته دلوقتي، التحدي نفسه هو التحدي اللي عملته في المره الاولى. التحدي ده رياضه لمده ساعه ونص، من اول كندر ابراهيم لحد كوبري السلي. طبعا دخلت على التحدي المره العصر، ده التحدي المره التاسعه. التحدي المره التاسعه، من كام يوم كده انا عملت التحدي المره الثامنه، ده التحدي المره التاسعه. يعني هيعتبر ان انا هوصل على التحدي العاشر، التحدي رقم 10، من اول تحدي رقم 1 لحد رقم 10. يعني عملت التحدي اللي كان ممكن محدش يقدر يعمله لانه صعب، عشان شمس وكده. صراحه اللي بيحب الرياضه يا ريت الفيديو ده يوصل للالافات والمليون مشترك ومليون لايك. وطبعا انا من محب الرياضه، من محب الرياضه من زمان. يعني عشان خلاص انا بنزل فيديوهات عن قهوه او عن الاكلات اللي انا بنزلها دي على اليوتيوب، لا لا لا، انا بعمل رياضه وبتعب، ما هي سهله. وطبعا الواحد جسمه بدا يتحسن شويه عندي، وبعد التحدي ده اللي هيعمل التحدي ده هيخس، واللي مش هيعمله مش هيخس. لان عشان تخس لازم على الاقل كل يوم تجري تتحرك شويه، هو اقصى حد ساعه. فانا تعبت التحدي ده وعملت ساعه ونص، يعني نص ساعه زياده. بس لازم تكون فاتر فطار كويس، وتشرب قهوه فيها طاقه وهي قهوه الاسبريسو وبس. وعايز الفيديو ده اللي بيحب الرياضه عايز يكون في تفاعل. وشكرا لكم.